طبعا ما فيش شك ان الذكاء الاصطناعي دخل كل المجالات، ومن اهم هذه المجالات هو ترميم المومياوات. ده اللي اعلنت عنه هيئه الطاقه الذريه، بانه لاول مره هيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم المومياوات. طبعا هيئه الطاقه الذريه عندها معامل وتقنيات حديثه لصيانه وتحليل المومياوات والحفاظ عليها. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور شريف الجهري المتحدث باسم هيئه الطاقه الذريه. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. اهلا، صباح الخير، اتمنى صباح الخير على كل المستمعين بتوعنا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. لو جينا اتكلمنا عن التقنيات او التقنيات النوويه والاشعاعيه والذكاء الاصطناعي في مجال دراسه وتوثيق وترميم المومياوات والبقايا الادميه والعظميه، ازاي هنقدر نستخدمه واحنا محافظين على المومياوات؟ الحقيقه استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات النوويه والاشعاعيه دي احد التكنولوجيات الحديثه في عملية الترميم، سواء الآثار أو المومياوات. الفكرة كلها إن ديت كل هذه التقنيات تقنيات غير إتلافية، يعني ما بتحدثش أي أضرار في المومياوات أثناء التعامل معاها. وطبعا دول كثيرة جدا على مستوى العالم هي بدأت في هذا المجال، ومصر الحقيقة داخلة في هذا الكلام من خلال التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة الآثار لاستخدام هذه التقنيات النووية والإشعاعية في هذا الموضوع. أكيد. طيب دكتور، عملية يعني الترميم بتاخد مراحل كتيرة، التصوير والتوثيق، بعد كده نشوف المادة المستخدمة في التحنيط نفسها، الراتنجات، الأملاح، كل هذه الأمور. الذكاء الاصطناعي بيتدخل في أي خطوة بالظبط؟ زي ما حضرتك تفضلت محمد، فعلا هي عمليه الترميم على مراحل. عمليه استخدام الاشعاع بتبدا الحقيقه من مجرد اكتشاف هذه الموميا، فطبعا بيدخل التصوير. عندنا التصوير بالاشعه، ممكن الاشعه السينيه وممكن باشعه جاما. الاشعاعات دي كلها دي اشعاعات معينه ليها طاقة عالية، فتقدر تخترق الأنسجة أو المواد وبتقدر تدينا صورة للمكونات. حاجة تانية إن إحنا عندنا طبعًا بنستخدم هذه التقنيات الحديثة في أو الذكاء الاصطناعي في التعرف على لو في مومياوات حضرتك متهالكة أو حاجات آدمية مثلًا عظمية، إن إحنا نكمل المكونات. يديني تصور للشكل كان عامل إزاي؟ بالظبط كده يا فندم. او ممكن التابوت نفسه مثلا بتاع الموميا كان مكسور مثلا حضرتك من ماده مثلا خشبيه او ماده او اي مواد، نقدر نتعرف على هذه المواد. التقنيات النوويه بنقدر نتعرف على اصل الماده دي جايه منين، برضو بنقدر نتعرف على مكوناتها، بنقدر نعرف كمان عمر الموميا ودي قد ايه. فكل ديت بتقنيات، سواء اشعاع على المستوى استخدام التقنيات الاشعاعيه او الذكاء الاصطناعي، عشان ناخذ قرارات في عمليه الترميم قبل ما ندخل فيها. اكيد. طيب فكره استخدام الاشعاع بشكل مختلف، يعني يمكن في المجال الطبي بيستخدم للتعقيم ولزياده العمر بالنسبه لمثلا الفاكهه والخضار وفي الحاجات اللي زي كده، نقدر نستخدمه ازاي على الاثار بحيث ان احنا نحافظ عليها بصحه جيده، يعني او بالشكل الجيد اللي احنا متخيلينه، وفي نفس الوقت يساعد المرمم انه يقدر يشتغل عليها بمنتهى السهوله؟ تمام حضرتك. الاشعاعات طبعا المعينه هي اشعاعات بتبقى طاقتها عاليه، ليها القدره على انها تؤين الوسط اللي بتتعدي فيه. وزي ما حضرتك تفضلت بنستخدمها في الاغراض الطبيه، نعمل مثلا اكس راي على مثلا على الجسم او على اي عضو في الجسم. فبنستخدمها نفس الكلام في المومياوات عشان نقدر نتعرف على المكونات بتاعه هذه الموميا، نقدر نشوف ايه الاجزاء المتصدعه مثلا او ايه الاجزاء الهشه في الموميا، ممكن تكون في العظم مثلا، ممكن تكون في الطبقه السطحيه، ممكن تكون في اللفائف اللي هي ملفوفه بيها. فبنقدر نتعرف على هذا الكلام من خلال الاشعه المعينه. طبعا بنقدر كمان بقى نستخدم الكلام الاشعه حضرتك في الحفظ، واحنا عندنا طبعا وحدتين تشعيعيه، في واحده في القاهره واحده في
في اسكندريه، دي بتستخدم، احنا بنستخدمها حاليا الحقيقه في تشعيع بعض الاغذيه زي التوابل والادوات الطبيه، ولكن المطلوب ان احنا ان شاء الله في الخطه بتاعتنا وفي التعامل مع وزاره الاثار ان احنا ممكن نستخدمها في حفظ المومياوات دي من التلف او من مهاجمه القوارع الحشرات الدقيقه او الفطريات، واخد بال حضرتك؟ فدي طبعا هتبقى حاجه كبيره جدا، يعني اتجاه كبير جدا في استخدام هذه التقنيات. وطبعا احنا في اطار الحقيقه التعاون مع وزاره الاثار في هذا الكلام، لان مصر طبعا انت عارف حضرتك احنا يعني عندنا اكتشافات ما شاء الله على مدار يعني مش عايز اقول الايام، صحيح، باستمرار عندنا اكتشافات، ويمكن ده اللي كنت هسال حضرتك عليه دلوقتي. شعبه الذكاء الاصطناعي في الهيئه، شكل التعاون ما بينها وبين وزاره الاثار هيكون عامل ازاي؟ هو الحقيقه التعاون بيننا وبين هيئه الاثار هيبدا يدخل حضرتك في عده مجالات، منها المساعده في الاكتشافات الجديده حضرتك، ان احنا هنبدا ندخل معاهم في لو في مومياوات اكتشفت في مكان فنقدر نبدا نخش في حته زي ما قلت لحضرتك، لو نقدر ننقل هذه الموميا ان احنا نقدر نعمل لها اكس راي، او لو في جزء ثاني هنبدا نخش فيه على التعرف على اصولها، لو هي ما ينفعش تتنقل نقدر نعرف زي ما قلت لحضرتك اصولها، نقدر نعرف عمر هذه الاثر باخذ عينات بسيطه غير لا تؤثر على هذا الكلام نقدر نعملها. وفي اطار كمان التعاون الحقيقه احنا عندنا طبعا مركز تميز في داخل المركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الاشعه، وده بالتعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وده طبعا بيدينا هذه يعني هذا المركز التميز الحقيقه بيدينا امكانيات كبيره جدا للتعاون كمان على المستوى الدولي، وده الحقيقه يعني الهيئه الحقيقه كانت لسه من مده اقل من شهرين كان او شهرين ونص كان عندنا الحقيقه تجمع دولي كبير لاول مره على مستوى العالم في هذا المجال، استخدام التقنيات الاشعاعيه وفي حفظ وترميم جميع الاثار بقى مش المومياوات بس، يعني في كان في ناس من رومانيا ممكن حضرتك نرمم ونحفظ الاثار، وبالذات الحاجات الخشبيه، الحاجات اللوحات الفنيه طبعا الحاجات ديت حضرتك، الحاجات الخزفيه، ودي طبعا من الحاجات اللي بنستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عشان يكمل لنا الصوره الشكليه لهذا الاثر او لهذا العنصر الاثري او اللي احنا عايزين نستفاد بيه. اكيد، كل الشكر ليك دكتور شريف الجوهري المتحدث باسم هيئه الطاقه الذريه، شكرا جزيلا لحضرتك.